بسم الله الرحمن الرحيم. لو حبينا مع بعض نطبق الابليكيشن اللي قدامنا دوت، بعد ما رسمنا البلكونة والشباك وباب البلكونة، عايزين نطبق الابليكيشن اللي قدامنا، عايزين نرسم الواجهة اللي موجودة قدامنا. اولا يا جماعة، ابعاد البلكونات والابواب والشبابيك زي ما احنا لسه شارحين في المثال اللي فات، المسافة من البلكونة للبلكونة 2 متر، الشباك موجود في المنتصف بالظبط، الرفرفة من هنا متر، والرفرفة من هنا متر، والرفرفة من فوق نص متر، والرفرفة من فوق نص متر، وارتفاع الدور الأرضي من أول هنا لغاية هنا 33.5 وخمسة من عشرة ب 34، والمسافة دي نص متر، والمسافة دي نص متر، عرض الباب بتاع الجراج 3 متر، عرض البوابة بتاعتنا 3 متر، والمسافة دي نص متر، والمسافة دي متر. تعال نشوف الكلام ده كده ممكن نعمله على الأوتوكاد إزاي. أولا أدي البلكونة بتاعتنا، ثانيا أدي باب البلكونة. لو بأمر موف علمنا على باب البلكونة ومسكناه من المنتصف وجينا حطيناه هنا في المنتصف. طبعا باب البلكونة يا جماعة لما بيبان بيبان من ورا سور الحديد، انما ما بيبانش من ورا الخرسانات، تمام؟ طيب انا عايز اعمل بلكونه تانية بحيث ان المسافه من هنا لغايه البلكونه التانية 2 متر. قدامي حلين، ممكن اعمل اوفست حوالي متر للخط ده كده، يبقى دي المرايه بتاعتي، وبامر ميرور اعلم على الرسمه دي كلها وادوس انتر، واعلم كليك في بدايه المرايه وكليك في نهايتها وادوس انتر. خلي بالك المسافه من هنا لهنا كانت متر، تبقى المسافة من هنا للصورة متر، تبقى المسافة دي كلها كام؟ 2 متر. دي طريقة. في طريقة تانية ان انا كنت ممكن اعمل كوبي للبلكونة بتاعتنا بالباب بتاعها، تمام؟ ايه رأيكم لو انا رحت بأمر لاين موصل خط ما بين هنا لهنا، وبأمر موف علمت على الشباك بتاعنا ومسكته من المنتصف وحطيته في منتصف الخط ده، وبعد كده امسح الخط، يبقى انا كده حطيت الشباك بتاعنا في منتصف المسافة ما بين البلكونتين. الموضوع ببساطة شديدة جدا، احنا عندنا كام دور؟ ادي بقى 1 2 3 4، تمام؟ بأمر كوبي هعلم على اللي موجود وادوس انتر، وامسك الدور دوت من نقطة معينة، اي نقطة تعجبك، واطلع لفوق، انا مشغل F8، وادخل مسافة الكوبي 3 متر اللي هو ارتفاع الدور، انتر، 6 متر انتر، 9 متر انتر، واروح اعمل اسكيب، اكتشف ان عدد الادوار بتاعي اكتمل. بص حضراتكم كده، لو دخلنا جوه الرسمه بتاعتنا هتحس فعلا ان انت قدام واجهه حقيقيه. طيب احنا عايزين نعمل البرواز الخارجي للواجهه، اتفقنا ان من هنا متر ومن هنا متر ومن هنا نص متر. فلو جبت امر اوفست ودخلت مسافه الاوفست متر، وعملت كليك على الخط ده الناحيه دي، وعملت كليك على الخط ده الناحيه دي، هو خط واحد بس، ورحت عامل اسكيب وجبت امر اوفست ودخلت مسافه الاوفست نص متر، وعملت اوفست لفوق نص متر، تمام كده، وجبت امر اوفست ودخلت مسافه الاوفست بتاعتنا 4 متر 30، وعملت اوفست للراجل ده لتحت كده 4 متر 30 اللي هو ارتفاع الدور الارضي، وبامر شنفر مسافة الشنفر الديستانس بتاعتها بصفار موافق عليها، علم على الخط ده وعلم على الخط ده، واجيب الامر تاني وعلم على الخط ده والخط ده، واجيب الامر تاني وعلم على الخط ده والخط ده، واجيب الامر تاني وعلم على الخط ده والخط ده، هكتشف ان البرواز حوالين الواجهة بتاعتنا اكتمل. عايزين نعمل الدور الارضي، موضوع بسيط جدا، بامر لاين هاجي من المنتصف هنا كده وهطلع مسافة 3 متر 3 متر 30 اللي هو ارتفاع البوابة. البوابة دي كان عرضها 3 متر، يبقى متر ونص من الناحية دي ومتر ونص من الناحية دي، هجيب أمر أوفست، مسافة الأوفست متر ونص للخط ده كده من الناحية دي وللخط ده كده من الناحية دي. بأمر لاين هوصل من هنا لهنا، آدي مكان البوابة بتاعتي. بأمر أوفست نص متر للخط ده كده من الناحية دي وللخط ده كده من الناحية دي. بعد كده بأمر اوفست 3 متر اللي هو الجراش بتاعنا 3 متر 3 متر، وبأمر لاين اوصل من هنا للآخر عمودي،
وعمرو لاين وصل من هنا للاخر. تمام، يبقى ده كده البوابه، ده كده الجراج، ده كده اليمين والشمال. ايه رايكم لو كملت باب الجراج ازاي؟ ادي باب الجراج بتاعنا، جبت عمرو لاين من المنتصف للمنتصف ورحت عامل اوفست وليكن 1/10 للخط ده، وبامر سيركل رحت جاي هنا كده عامل دايره على اساس ان ده القفل مثلا بتاع الجراج بتاعنا، وبامر هاتش شكل الهاتش بتاعنا اللي هو الخطوط المايله والسكيل ربع، واخلي الزاويه 135 عشان تبقى افقيه، واعمل كليك هنا، اكبر السكيل شويه خليه 1، ممكن اصغره شويه خليه نص كده، معقول. ادي الجراش اللي ناحيه، لو عايز تعمل منه الجراش الناحيه التانية قدامنا طريقتين، اعمل نفس الكلام هنا او بامر ميرور. هعلم على الرسمه دي كده كلها وادوس انتر، واعمل هنا كليك عند المرايه وهنا كليك وادوس انتر، يروح عامل لنا ميرور الناحيه التانية. ايه رايكم لو انا جبت امر هاتش واخترت من هنا شكل الهاتش اللي هو الطوب، وطبعا الطوب هيبقى عدل فالزاويه صفر، واصغر السكيل شويه تقريبا اخليه بوينت او 25 من الف، وهعمل هنا كليك وهنا كليك وهنا كليك وهنا كليك، واقول له بريفيو الاول، ايه رايكم في المنظر؟ ظريف. اروح دايس ماستر واقول له ايه؟ اوكي. عايزين نعمل البوابه بتاعتنا بامر اوفست وليكن 1/10 من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. طب انا عايز اعمل البرواز اللي جوه بامر شامفر، الديستانس بصفار تمام، اعلم على ده وده، يشيل لنا كل الزيادات ده وده، انتر على الفاضي يجيب لنا الامر، اها انتر على الفاضي يجيب الامر تاني، عملت برواز جوه. طب انا عايز اعمل برواز تاني، اعمل اوفست وليكن 25 من 100 او 2/10، بأمر شنفر، ده مع ده، ده مع ده، ده مع ده، وده مع ده. لو انا جبت امر اوفست تاني وليكن نص متر، ورحت عامل اوفست 2/10، وعايز اشيل الحتة ديت، لو جبت امر شنفر وعملت ده مع ده وعملت ده مع ده، ورحت بامر لاين مكمل دي عادي كده ومكمل دي عادي كده، بامر فيلت ودخلت الريدياس بتاعي وليكن ربع متر، ده مع ده، لا نكبر الربع متر شويه، امر فيلت ودخل الريدياس بتاعي وليكن 4/10، ده مع ده وده مع ده، تمام اهو. وبامر سيركل رحت راسم هنا دايره كده، وبامر هاتش وليكن شكل الهاتش الحديد الكريتال، وهنختار اللون بتاعنا وليكن اللون البني ده بيج بوينت، طبعا هنكبر السكيل شويه نخليه ربع بيج بوينت، وراح عامل للبرواز ده كده تمام. لا كنترول زد، بأمر هاتش حديد الكريتال وليكن السكيل بتاعنا نخليه ربع، هو بيروح ملون اللي جوه بسبب ان هو في حاجه مفتوح تقريبا، ماشي. بامر هاتش بلاش دوت، نخليها اللون اللبني وليكن اللون اللي هو الساند ده، على اساس ان ده بيدي ايحاء للازاز، واصغر السكيل شويه اخليه وليكن 25 5 مللي، حلو كده تمام. بأمر هاتش نخلي برضو اللي تحت دي زيه كده، بأمر هاتش نختار من هنا اللون البني، ونختار من هنا شكل الهاتش اللي هو الكريتال، والسكيل نرجعه تاني الربع، ايه رأي حضراتكم؟ تمام كده؟ بأي طريقة، وبأمر ميرور بقى هعلم على
الجزء اللي جوه ده كله بس كده، وادوس انتر واعمل هنا كليك واعمل هنا كليك، يروح عامل لنا الضلفة التانية بأمر اوفست نص متر للخط ده كده لفوق، والخط ده كده لفوق، والخط ده كده لفوق. وبأمر هاتش نختار من هنا اللون الأخضر، ونختار من هنا ساند، ونصغر السكيل شوية نخليه 0.025، واعمل هنا كليك يروح عامل لنا هذا الهاتش. طب ايه رأيكم لو انا عايز اعمل الثلاث وار بأمر اوفست ربع متر، تمام، وبأمر لاين هطلع من هنا كده مسافة متر، وهنزل ربع متر، وهرجع المتر. بأمر ميرور هعلم على الجزء ده كده واعمل له ميرور الناحية ده. بأمر هاتش في هنا لون ظريف جدا اللي هو اللون الرصاصي دوت، وفينا شكل هاتش لذيذ جدا اللي اسمه جرابل، جرابل يعني زلط. وهخلي السكيل بتاعنا وليكن ربع، واقوله بيج بوينت، واعمل هنا كليك، اقوله بريفيو كده المنظر ظريف. ادوس ماستر واقوله ايه اوكي. ادي يا جماعه شكل الواجهه بتاعتنا، وادي الدور الارضي، وادي الدور المتكرر. طبعا حضرتك بقى لو عايز تعمل لعب تاني في البلكونه او في الواجهه بتاعتنا بامر هاتش او بامر جريديانت، تمام ماشي. ده كده بالنسبه للابلكيشن اللي موجود قدامنا اللي هو رسم الواجهات بتاعتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.